استاذ هشام مرزوق النهارده معانا رئيس مجلس اداره 6 ياردز. مساء الخير واهلا بيك معانا على يلا كوره. مبسوطين بوجودك معانا. ميرسي، متشكر جدا لحضرتك وشكرا لاستضافه حضرتك. ده يعني اكيد حاجه كبيره طبعا ان انتوا تبقوا في تعاون بينكم وبين لا ليجا، وخصوصا بقى احكي لنا على اول كامب للكوره من لا ليجا هيحصل في مصر. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نكون شريك حصري للا ليجا. احنا مع راؤول هو المسؤول والممثل للا ليجا هنا في مصر، واتكلم معايا لفترة من حوالي 4 شهور، وفكرنا في ان احنا نعمل فكرة المعسكر ده. والمعسكر دي فكرتها مختلفة شوية عن مجرد ان احنا نعمل معسكرات للعيبة، لا هو متقسمة ان احنا نخلي اللعيبة تتجمع في مصر هنا، نغير فكرة ان احنا نسافر برا مرة واحدة، لا ان احنا نعمل معسكر لليجا بتوع اسبانيا يجوا هنا مصر. حضرتك نقلت لليجا، نقلت يعني الخبره الاسبانيه جبتها مصر. بالظبط، احنا يعني بنحاول ان احنا نطبق ثقافه الاحتراف او ثقافه ان يكون في مؤسسه اجنبيه وكبيره زي لليجا انها تيجي مصر هنا وتطبق الفكره والميثودولوجي بتاعتهم والفلسفه التدريبيه بتاعتهم. هم عندهم اداره كبيره جدا في التدريب عاليه جدا، فقرروا ان هم يجوا هنا مصر في مكادي بي، وقرروا ان احنا نعمل معسكر للعيبه من سن من 9 ل 17 يكون في مكادي بي في يوم 21/4 لمده 6 ايام. وبعد كده اللي هي متقسمه لحاجتين، الحاجه الاولانيه المعسكر اللي هو تجمع اللعيبه كلها هنا في مصر، وبعد كده هم المدربين اللي هيجوا من اسبانيا في خلال المعسكر ده هيختاروا في برنامج سكاوتنج هيعملوه، وهيختاروا منهم احسن 5 لعيبه، وهيتجمعوا بعد كده في شهر 7. ده فتره التجمع بتاع باقي لعيبه كتير جدا يعني العالم كله، وفتره برضو التجمع للفرق بتوع لا ليجا هيبقوا في شهر 7 لمده اسبوع. هيتعايشوا هناك مع يعني التجمع هيبقى في لا ليجا سنتر، هيتعايشوا بقى هناك معاهم. بالظبط، هيبقى في لا ليجا سنتر هناك. هم عندهم سنتر كبير جدا، ده المفروض اللي هو بيجمعوا فيها كل اللعيبه. هم اصلا عندهم فكره المعسكر ده اتطبق في كذا بلد، في كذا دوله، في زي امريكا وانجلترا وفي دبي وفي المكسيك. اول مره الحمد لله ان احنا نقدر نطبق حاجه هنا في مصر. مين اللي ممكن يقدم؟ اولا بنات ولا اولاد؟ حضرتك قلت السن من 9 ل 17. بالظبط، لكن بقى بنات ولا اولاد مستهدفين؟ لا مين؟ هو بنات واولاد طبعا، يعني مش اولاد بس. سن من 9 ل 17 سن كويس جدا وفرصه كويسه جدا للاولاد ان هم يكتسبوا خبرات من خلال الليجا، ان هم يتمرنوا ويعرفوا فلسفه التدريبيه بتاعتهم هنا، وفرصه للاولاد ان هم يشوفوا حاجة جديدة من خلال التدريب الأسباني. يعني وإحنا بندردش قبل التصوير وكمان دلوقتي وإحنا بنتكلم، كلام حضرتك كله على ننقل خبرة للولاد، نعلم الولاد، يعني أنا حاسة أن الموضوع أكتر زي حلم ليك، أو أن حضرتك عايز أن الأشبال دي أو الشباب دول أن هم يتعلموا حاجة مختلفة، مش فكرة كامب وخلاص أو معسكر وخلاص. يعني قول لنا إيه الإيم بتاع المعسكر ده؟ المعسكر ده مش مجرد أن أنا بسيب اولادي يروحوا يتمرنوا وخلصت على كده، لا احنا الفكره نفسها ان احنا المدربين دول هم سيرتيفايد من يويفا، ومدربين عارفين بالظبط هم جايين هنا مصر عشان يعملوا ايه. هم ليهم فلسفه تدريبيه عاليه جدا، وافتكر ان دي حاجه ناقصه في الشباب هنا في مصر، ان هم محتاجين فرصه ان هم يشوفوا اكتر من خلال التدريب زي الاحتراف. احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا يعني اعداد قليله جدا من اللعيبه بتحترف، ولما بتحترف حتى بيبقى في مشكله الاولاد نفسها ما بتقدرش انها تتاقلم على المعيشه وتتاقلم على حاجات كتيره جدا، مش مجرد ان انا بقى في الملعب بس. فعشان كده دي فرصه كويسه ان الاولاد ان هم في السن ده اللي هو السن ده مهم جدا من 9 ل 17 ان هم يشوفوا حاجه فعلا بتطبق من خلال لا ليجا طبعا. طيب هو يعني انتوا خاطبتوا مثلا مدارس، نوادي، يعني ايه الستبس اللي عملتوها علشان تقدروا تعرفوا الناس باهميه المعسكر ده؟ احنا بدانا احنا نخاطب المدارس والانديه والاكاديميات، وواحده واحده احنا بنبدا نسوق للقصه دي، وعشان كده لا ليجا هم قعدوا معانا، عشان احنا عندنا الحمد لله الحته ان احنا نقدر نسوق للمشروع بطريقه كويسه. كل حاجه بتبقى ستيب باي ستيب يعني، فبدانا ان احنا نبدا من يومين يعني ان احنا نسوق للقصه دي، وهنبدا بعد كده طبعا من خلال يلا كوره. يلا كوره ده
شريك اعلامي كبير جدا، ومن خلال منصه يلا كوره الناس كلها تقدر تسمع الموضوع ده. قول لنا بقى المعسكر اخترتوه في الغردقه بالذات ليه؟ يعني طيب مين يقدر يدخل الكامب ده؟ هل لازم حد بروفيشنال، لازم مثلا من اللي بيلعبوا في الدوري، ولا مين اللي متاح ليه ان هو يقدر يجوين المعسكر ده؟ احنا الموضوع فاتحينه، يعني مش الموضوع مش سكت على حاجه معينه. احنا بالعكس احنا عايزين اي حد يبقى مشارك في الموضوع ده عشان يتعلم فعلا ويشوف الليجا هتقدم لنا ايه. السن من 9 ل 17 ايا كان بقى ولد او بنت يقدروا يشاركوا. احنا ما فيش حاجه قافلينها على حد يعني، بل بالعكس لو انديه طبعا، ما هو الانديه برضو مع كامل احترامي للعيبه اللي موجوده في الاهلي والزمالك والانديه كلها بتاعت الدوري، بس برضو اللعيبه دي مش معناها ان هم بيلعبوا في الدوري ان هم عندهم خبره الاحتراف، فاكيد هم عايزين برضو يشوفوا يعرفوا بالظبط ايه اللي بيدار وبيدرب من خلال تجربه جديده يعني. يعني حضرتك مش شرط يكون حد بروفيشنال او من اللي بيلعبوا دوري البراعم او كده، ممكن يكون حد لسه مبتدئ في عالم كره القدم يعني. بالظبط كده، ولان هو حتى اللي لسه مبتدئ يعني المدربين هم هيساعدوهم ان هم يحاولوا يقدروا يحققوا، يمكن ان هو عندهم حلم ان هم يلعبوا كوره، فيقدروا يساعدوهم من خلال البرنامج بتاعهم. ويكتشفوا حاجه ممكن هم نفسهم مش عارفينها يعني. يعني انتوا سايبين المجال مفتوح للي عايز يدخل المعسكر، اي حد عايز يدخل المعسكر مرحب بيه من سن 9 ل 17، بنت او ولد كله مرحب طبعا بيه. طبعا. طب ازاي انا اصلا يعني انا كأم عايزه ادخل ولادي مثلا، سواء عندي بنت ولد مثلا، عايزه ادخلهم المعسكر، ايه الخطوات اللي انا اعملها؟ احنا عملنا على السوشيال ميديا برضو بلاتفورم بتاع لاليجا، معسكر لاليجا كامبس دي، من خلالها بيعرفوا بالظبط كل ما هو خاص بالكامب نفسه بالمعسكر. وعملنا موقع رسمي لاليجا كامبس، ده هيبقى دايما موجود على طول، عشان لاليجا يعني الحمد لله ان احنا اسسنا الفكره نفسها هنا في مصر بحيث انها تبقى كل سنه موجوده وتطبق على طول. فعملنا الويب سايت بتاع لاليجا فيها كل التفاصيل، ومن خلال الويب سايت ده بنقدر ان احنا نسجل ونسجل بياناتنا كلها، واوتوماتيكلي وانس ان احنا سجلنا بيبقى كده ان احنا مشاركين في يعني هو الموضوع بس انه بيدخلوا على الويب سايت بتاع لاليجا كامبس، وهو ده خلاص بيعملوا ريجستريشن ويبقوا خلاص ان شاء الله في الكامب يعني. بالظبط، هو لليجا كامبس ايجيبت دوت كوم، هو ده الويب سايت اللي احنا بنسجل من خلالها وبندخل فيها بياناتنا. في اي طلبات طالبينها معينه، ريستريكشنز اي حاجه، ولا ريستريكشنز بس انتوا من ناحيه المدربين والاوتيل؟ يعني قلت لي في تفاصيل كتيره جدا كانت مطلوبه يعني، لكن بالنسبه للعيبه في اي طلبات مطلوبه؟ لا انا بالعكس، انا محتاج بس ان الموضوع رساله توصل للاهالي، وان هم يشوفوا ويجربوا ان لاليجا عايزه تعمل حاجه تطبق فلسفه فعلا، فلسفه الاحتراف هنا في مصر، تدي فرصه، ودي افتكر انها فرصه كويسه جدا للعيبه اللي بيحبوا الكوره يعني. والكامب انتوا مسؤولين عن كل حاجه، التغذيه، المواعيد، النوم، الموبايل بقى اخباره ايه معاكم؟ هو ايه في الموبايل؟ احنا عندنا تيم الحمد لله كبير، 6 ياردز، عندنا تيم كبير يعني، انا مش انا بس لوحدي اللي بيشترك يعني في الموضوع ده، لا عندنا ناس كتيره بتنظم معايا الموضوع ده، وهما طبعا يعني فكره الموبايل دي طبعا عايزين ان احنا بقدر الامكان ان هي ما تبقاش موجوده، لان احنا عايزينهم ان هم اللعيبه يركزوا. انا اللعيب ان هو يصحى يركز، احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الاولاد دلوقتي حتى سن اصغر من 9 بقوا ماسكين قوي الموبايل طول الوقت، اساسي معاهم للأسف. فاحنا عايزين نطلعهم من المود ده ونخليهم يركزوا فعلا، لان ده اسبوع والاسبوع ده فرصه مش هتتعوض، فعشان كده انا بحاول بقدر الامكان ان احنا نلغي موضوع الموبايل ده يعني. يعني انتوا مركزين في الكوره وفي التغذيه وكمان في ان انتوا تعلموهم حاجات جديده والاعتماد على النفس، كل ده هيلاقوه في الكامب يعني. كل الحاجات دي هتبقى متوفره، والتفاصيل كلها بتاعت التغذيه والتفاصيل التنظيميه كلها، عشان كده هم يعني اختاروا 6 ياردز ان احنا نكون شريك معاهم يعني. وانتوا كل التفاصيل دي هتتكلموا فيها مع الاهالي، هتعرفوهم كل التفاصيل يعني؟ بالظبط، احنا عندنا بعد ما كله يكون سجل خلاص قبل المعسكر بفتره بنعلن عن التجمع للاهالي كلهم، عشان بنديهم كل التفاصيل الخاصة بالمعسكر كلها عشان يطمنوا كمان
ان هم يعرفوا ان هم سايبين اولادهم لمده اسبوع. يعني الكامب من 19 ابريل لحد 26 ابريل، من 21 ليوم 26، من 21 ل 26 ابريل بالزبط. في الغردقه. واي حد عايز يعمل ريجستريشن اهلا بيك، ادخل على الموقع تعمل ريجستريشن. بالظبط كده. بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يبقى كده كامب يعني جميل وناجح. مرسي. وان شاء الله نصور بعد الكامب ونعرف النتائج ايه ان شاء الله. ميرسي حضرتك جدا. ميرسي. شكرا. شكرا لك.